إن الله يرضى لكم ثلاثة، خطبة لشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 8 من شهر شعبان لعام 38 و400 الهجرة، ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. جاء الحديث في صحيح مسلم ناقص منه الجملة الثالثة، وهي قوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ووردت في مراجع أخرى. أيها المسلمون، إن الله عز وجل يرضى لنا أشياء كثيرة،
ويسخط لنا أشياء كثيرة منها هذه. وليس ذكر هذه الثلاث والثلاث على سبيل الحصر، فمثالها أن تقول عندي 1000 درهم أعددتها للصدقة، ليس معناه أنك ليس لديك غيرها، وهذا منها إن الله يرضى لكم 3، أي مما يرضاه الله لكم 3، وهذا دليل على أهمية هذه 3 التي رضيها الله عز وجل لنا، وأننا في أمس الحاجة إليها، وأن فيها صلاحا لنا ولمجتمعاتنا. فلننظر إلى هذه 3 التي رضيها الله والثلاث التي كرهها الله عز وجل، ليتبين لنا شدة احتياجنا إلى ذلك. ولا ينبئك مثل خبير، فالله عز وجل هو ربنا وهو خالقنا وهو إلهنا سبحانه وتعالى، ويعلم ما يصلح أحوالنا، فهو الذي رضي أشياء وكره أشياء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل، فيقول إن الله يرضى لكم 3، ثم بينها فقال فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه القضية أول قضايا الرسل حين يبلغون قومهم، وهو توحيد الله جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال قبلها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال في نهاية الآيات لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يا عباد الله، إن الشرك خطير، وكثير من الناس يظن أنه في مأمن من الشرك. إن نبي الله إبراهيم عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فنبي الله إبراهيم يدعو لنفسه ويدعو لبنيه أن يجنبهم الله عبادة الأصنام، مع أنه في مأمن منها ومن أبعد الناس عنها، ولكن هذا تنبيه لنا لنعلم خطر الشرك. يا أيها الناس، كم من الناس من يدعو غير الله؟ إن دعاء غير الله عز وجل يعتبر أضل الأعمال.
قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. انتبه، هذا الذي يدعى من دون الله سميه ما شئت، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا، سل نفسك سؤالا: أهو الله؟ الجواب لا. إذن هو دون الله. فالآية تتناوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهذا الذي هو يدعى هو دون الله، فإنه لا يستجيب لداعيه ولو ظل يدعوه إلى يوم القيامة. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تأتي معك كلمة دون أيضا، والذين تدعون من دونه أي سواه، كائنا من كان، ما يملكون قطميرا. أتعلم ما هو القطمير؟ إنه الغشاء الأبيض الرقيق الذي يفصل بين التمرة ونواتها. فالذي لا يملك القطمير أيملك أن يدفع عنك الضر أو أن يجلب لك النفع؟ أيقدر على إيجاد الأجنة في بطون الأرحام؟ أيقدر على رفع البلاء أو دفعه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني لا يستطيع كشف الضر كشفا تاما ولا أن يحوله عنك إلى غيرك. وتأتي معك كلمة دون: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فإذا سمعت رجلا يدعو غير الله كائنا من كان، سأله: هل هذا الذي تدعوه هو الله أو هو دون الله؟ إن قال هو الله كفر، وإن قال هو دون الله، عند ذلك تتنزل عليه هذه الآيات كلها. نعم، فالله عز وجل رضي لنا التوحيد وسخط لنا الشرك، فحقق التوحيد في نفسك يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة وأنت تحقق التوحيد في نفسك، حتى يظهر لك جليا أن كل عبادة منك قد صرفتها لله جل وعلا وحده لا شريك له، لا أنك تصرف عملك لغير الله ولا رياء ولا سمعة ولا حظوظ نفس، إنما تكون أعمالك كلها لله جل وعلا وحده لا شريك له. وبهذا ستتحقق لديك كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه الكلمة التي بها يدخل الناس إلى الإسلام، وبها يخرج المسلمون من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. وقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الكلام على التوحيد كثير، والكلام على تحقيقه في النفوس كثير، ولكن نحيلكم إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كتاب الله بيان التوحيد بيانا شافيا،
وهكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن صدق مع الله أنه يريد التوحيد وتحقيق التوحيد في نفسه سيعينه الله عز وجل وهو الكريم سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الثانية التي رضيها الله عز وجل لنا، وقد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية مفادها، وهكذا الجملة من الحديث المستفاد من ذلك، أن كتاب الله عز وجل سبب لوحدة المسلمين وعدم تفرقهم، فهو الحبل الممدود بيننا وبين الله جل وعلا، وهو الطريق والصراط المستقيم الموصل إلى الجنة. أي إن اعتصمتم بكتاب الله فلن تتفرقوا. ومن هنا تعلم أن القرآن ما فرق بين الناس، وأن السنة ما فرقت بين الناس. الذي فرق بين الناس الأهواء المضلة، اتباع الشهوات والشبهات، حظوظ النفس، المصالح الذاتية، الدنيا وما فيها من الفتن والبلايا هي التي فرقت بين الناس. البدع والمحدثات، المعاصي والآثام هي التي فرقت بين الناس. ولهذا لو تتبعت المعاصي أو لو تتبعت الأشياء التي تفرق بين الناس لوجدتها كلها محرمة، تجدها محرمة، وما كان سبيلا إليها قد يكون مكروها، كالغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والسرقة والزنا والربا وغير ذلك. كل هذه مما يفرق بين الناس وينشر بينهم العداوة والبغضاء. فلهذا العاصم من ذلك أن تستمسك بكتاب الله جل وعلا، فبه تنجو من الفرقة. نعم أيها الناس، كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وفاق. قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني أما في عصره فلا، ثم استمر شيء من الافتراق حتى عربت كتب اليونان ودخلت كتب الفلسفة، فانتشرت بسببها الفرقة بين المسلمين، لأن المسلمين عندهم استغناء ذاتي في الثقافة والمفاهيم وغير ذلك، ليسوا في حاجة إلى استيراد الثقافة اليونانية أو غيرها، فظهرت بسببهم، بسبب تلك الكتب المعتزلة والقدرية والجبرية والجهمية والمرجئة والأشعرية وغيرها من الطوائف، يوم أن استوردوا المبادئ من غيرهم. ولو بقوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكانوا على وفاق. وفي هذا العصر انظر كم انتشر من الفرقة، يوم أن استورد المسلمون الديمقراطية والتعددية الحزبية كيف انتشرت في أوساطهم الفرقة والعداوة والشحناء. كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يريد أن يبني نفسه
على أنقاض الآخر. ما معنى على أنقاض الآخر؟ أي أنه يهدم غيره ويبني نفسه مكانه، لأن كل حزب يرى أن مبادئه هي الحل الوحيد لصلاح المجتمع، وأن كل مبادئ الأحزاب الأخرى تضر المجتمع ولا تنفعه. لكن كتاب الله جل وعلا هو الحق الوحيد الذي يغني عن هذه الفكر والنحل كلها، فلو اعتصم الناس به لاتفقوا ولما تفرقوا، فما دبت الفرقة والشحناء إلا يوم أن ابتعد الناس عن تعاليم الكتاب والسنة. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالجملة الثالثة مما رضيه الله لنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الولاية أمر واسع، وقد تتصل بالولي الأعظم وقد لا تتصل به، ويكون حولك من الولاة من أنت قادر على مناصحته، وأيا كان من الناس له ولاية، ولو على مستوى مدير المدرسة أو محافظ أو شيخ قبيلة أو مدير أمن أو غير ذلك، فهو ممن ولاه الله أمرك. وهكذا الأب أمام أبنائه، وهكذا الزوج فإنه ولاه الله أمرك. نعم، فيناصح كل واحد من ولاه الله أمره. ولو المرأة تناصح زوجها فإنه ليس غنيا عن النصح، وقد ولاه الله أمرها. أيها المسلمون، ما معنى النصيحة؟ النصيحة عناية القلب بالمنصوح له. وقد يكون، نعم، ومن جملة النصح أنك تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، لأنه يدخل في النصح الدفاع عنه في مغيبه بما يصلح حاله، كنصح أولاده والحفاظ على مصالحه بما لا يخل بشرع الله جل وعلا، لأن ذلك من جملة العناية، عناية القلب بذلك المنصوح له. فلهذا معشر المسلمين، لا يستغني من ولاه الله أمرك أنك تقول له أصبت في كذا وأخطأت في كذا. نعم، له حق عليك أن تناصحه سرا أو بالمراسلة أو المكالمات الهاتفية بما ترى أنه يصلح الحال، وأنت ناصح في ذلك مريد للخير غير مريد للشر، تريد أن تراه على أحسن حال في أمر دينه ودنياه، فتعظه وتذكره بالله. أيها الناس، إن طائفة من الناس جالسوا من ولاه الله أمرهم فأضروا بهم غاية الضرر، وذلك أنه كلما قال شيئا أيدوه ولو كان باطلا. ألا إن هؤلاء هم البطانة السيئة. متى يدري أنه أخطأ؟ متى يشعر أن حوله من يقومه؟ متى يرى أنه سيتحاشى عن بعض أخطائه؟
إذا كان لا يجد حوله من يقول له أصرت أو أخطأت. لهذا يا معشر المسلمين، من جعله الله جليسا لبعض من ولاه الله الأمر، إذا رأى منه شيئا خطأ ناصحه: يا أخ فلان، يا شيخ فلان، يا فندم فلان، يا مسؤول فلان، هذا لا يصح، هذا لا يليق، اتق الله، أنت مولى على المسلمين في كذا، أنت مسؤول على الناس في كذا، أنت قدوة للناس في كذا. ويكون سرا بعيدا عن النصح العلني الذي يؤدي إلى نفرة القلوب وعدم الاستجابة، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: تعاهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تأسف إذا لم تعط طاعة. فهذا توجيه من الإمام الشافعي عليه رحمة الله للناصحين، أن تكون نصيحتهم يراد بها وجه الله، لا أنه يتمدح أنه نصح المسؤول الفلاني أو وجه المسؤول الفلاني أو نحو ذلك، ولكنها كلمة يجعل الله فيها البركة ويجعل الله فيها الخير، لأنك تريد تقويمه وتريد نصحه وتوجيهه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يكره لكم قيل وقال، المراد به كثرة الكلام فيما لا يعود بالنفع. فبعض الناس تراه يتصدر المجالس أينما كان، يتكلم بكل ما لديه، بما يفهم وما لا يفهم، وما ينفع وما يضر، غيبة أو نميمة أو مدح أو ذم أو خير أو شر، لا بد أن يزل مهما حاول أن يحتاط، فإن اللسان لا يستقر ولا ينكف ولا يقتصر على ما أحل الله إذا أطلق له العنان، لا يقف اللسان. لهذا معشر المسلمين، ينبغي للمسلم أن يتكلم بما يعود عليه بالنفع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليقل خيرا أو ليصمت. وكم من الناس يستدرج في الكلام حتى يجلب الشر على نفسه أو أسرته أو قبيلته أو ما هو أكبر من ذلك. فإياك أن تستدرج، وحافظ على لسانك، فهذه موعظة من الله عز وجل أنه يكره لك كثرة الكلام. تكلم بما يعود عليك بالنفع. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. المراد بكثرة السؤال بلفظ جامع الإلحاح فيما لا يعود عليك بالنفع، يعني أسئلة ملحة لا تعود على صاحبها بالنفع، سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. وقد ذكر العلماء منها السؤال عما لم يقع، السؤال عما لم يقع، فيأتي الإنسان فيسأل عن أشياء لم تحصل بعد. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر قال له: أرأيت لو كان كذا وكذا؟ قال: دع أرأيت باليمن، يعني ارم بها إلى مكان بعيد، لا تلتفت إلى أرأيت، دعه حتى يقع. وهكذا معشر المسلمين، بعض الناس قد يجلس إلى صديق له، أو امرأة تجلس إلى صديقة لها، فتظل تدخل في كل خباء
وتسأل عن كل قضية وعما دق وجل وكثر وقل، وحتى تصل إلى ما يسوءها أو يسوء جليستها من كثرة الأسئلة والتنقيب. كره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني أن بني إسرائيل كانوا يكثرون الأسئلة ولا يعملون. ما معنى كذا وكذا وكذا؟ اتبع، ما هو مستعد للاتباع، إنما يكثر الأسئلة، كما ذكر الله أسئلتهم في قصة البقرة التي ذكرت في سورة البقرة في يوم أن قتلوا الرجل، والقصة معلومة. الشاهد أن كثرة الأسئلة فيما لا يعود بالنفع ضرره عظيم على السائل والمسؤول. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ثم قال: وإضاعة المال. هذه الجملة الأخيرة من الحديث معناها كبير أيضا، فالله عز وجل قد جعل المال قياما لحياتك ونفعا لذريتك بعد موتك، فلا تضيع مالك فيما لا يعود عليك بالنفع. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، نهى الله عن الإسراف وعن التبذير، فالتبذير إنفاق المال فيما لا يعود بالنفع، والإسراف التوسع فيما أحل الله فوق الحاجة. أن يكون محتاجا هو وأولاده إلى كيلو من اللحم يشتري 10، فيأكلون بعضه ويرمون البقية، وهكذا العبث في الملابس والفواكه والمراكب وغير ذلك، فيظهر عليه الإسراف. وأما التبذير فإنه ينفق ماله فيما لا يعود عليه بالنفع، فترى أمواله تذهب في النزهة والأفراح والتمشية أو في شراء ما حرم الله مما لم يأذن الله عز وجل به. فنهى الله عن إضاعة المال. حافظ على مالك فلا تنفقه إلا فيما أحل الله. لا تبخل على نفسك بالصدقة، فقد ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بماله كله أكثر من مرة، فيوم أن هاجر أخذ جميع ماله وترك أهله في مكة متوكلين على الله، لم يدع لهم شيئا. وهكذا في المدينة حصل أنه تصدق بكل ماله، سيصبر على الفقر يوما أو يومين ويشتغل ويكتسب وينفق على أهله، ولكنه أنفق ما لديه آنذاك وما ضيعه الله. وثبت عن عمر بن الخطاب أنه تصدق بنصف ماله، إلى غير ذلك. المهم المنهي عنه العبث بالأموال هنا وهناك فيما لا يعود عليك بالنفع. فاحفظ مالك، فإنك إن ضيعته قد تكون إضاعته في معصية أو فيما لا يعود عليك بالنفع. ومن اشترى الدش أو اشترى التلفاز أو غير ذلك من الآلات التي حرمها الله، فإنه يعتبر قد ضيع ماله فيما لا يعود عليه بالنفع. أيها المسلمون، هذه لفتات في معاني هذا الحديث العظيم، فليكن هذا الحديث في ذاكرتنا
ما بين حين وآخر، بل على مدار الأيام، لأن فيه أشياء رضيها الله لنا وكرهها الله لنا، لنعلم ما أحب الله ولنعلم ما حرم الله، فنعمل بما رضيه الله لنا ونكره ونترك ما كرهه الله لنا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل، على الوجه الذي يرضيك. أقول ما تسمعون.